نبدا بربي وارتجي من الفضائل، يا مرحبا باسمين يا بعن قبائل، ترحيب معنوي من صادق النو باسم الابن فتران حاضر والمغيبه، على المبادئ والشيم ونفوس طيبه من سابق الزم، واسم الطالع واسم نايبه وشيخه، والنعم يا سليمان يوم الماقف المه شيخا ولد شيخ، واسم الطحاحين الكرم حضرا وباديه، على المبادئ وقت ما ندى المنادي تجي سوا صفوف مخيرة القيو، يا مرحبا ولد تراحي فم مقدره، يا ضيوفنا الغالي لجيتكم مقدره، وحضوركم شرف عبد العزيز فتران رحب والمقام له، ووقفة فرضى يضيفنا مجمله، والجود من يده واحمد ولد الصيرمي البارع البطل، من عانق نجوم السماء وبعتلى وطن، فالله يسعد في فرحة أخذ الكرم والجود من جده ووالده، فجده اللي لا علوم الطيب شعد من مدة الفقد، وسار وولده على نجه وسيرته، عبد العزيز الكفو ما تعمى بصيرت في كل ما قف، ويضم محمد رسالة أن الله يرحمه، اللي بنى بالطيب مجد كان معلمه، ما يجعله بشر محمد اللي اعتز في الأليا ومنام، وعامر الله يرحمه يا بيرق المرف، بالطيب والمعروف والشيمات ينال بين القبائل، وظن علي رجل التواضع والجمايل، يشهد له بيض النوايا والفعايل تعيش يا عد، وظن ابو طالب يزيز من مقدمه، يبني بفعل الطيب قصر ما تهدم، شمخ ومعتل عبد العزيز اولاده رجال المدوحل في ليلة السع، علي وعبد الله وشاكر خير من نصت، وعبد الرحمن رجل جاه ومذاب وصل، ومحمد الكف ويضن حسن مطرق ورجل صابر قوي، وكلهم الأخوان وانا مزوة الخو، في كل صايب تلقى له المثل، اعتز في الولد لخص صفات الطيب من جده ووالد، لخص صفات الطيب من جده ووالد. نبدا بربي وارتجي من الفضائل، يا مرحبا باسمين يا بعن قبائل، ترحيب معنوي من صادق النو باسم الابن فتران حاضر والمغيبه، على المبادئ والشيم ونفوس طيبه من سابق الزم، واسم الطالع واسم نايبه وشيخه، والنعم يا سليمان يوم الماقف المه شيخا ولد شيخ، واسم الطحاحين الكرم حضرا وباديه، على المبادئ وقت ما ندى المنادي تجي سوا صفوف مخيرة القيو، يا مرحبا ولد تراحي فم مقدره، يا ضيوفنا الغالي لجيتكم مقدره، وحضوركم شرف عبد العزيز فتران رحب والمقام له، ووقفة فرضى يضيفنا مجمله، والجود من يده واحمد ولد الصيرمي البارع البطل، من عانق نجوم السماء وبعتلى وطن، فالله يسعد في فرحة ذا الليل والسع المبارك، أنا انقلت هانينا وبفرح مشارك، له عندنا جميل أخذ الكرم والجود من جده ووالده، فجده اللي لا علوم الطيب شعد من مدة الفقد، وسار وولده على نجه وسيرته، تعمى بصيرت في كل ما قف، ويضم محمد رسالة أن الله يرحمه، اللي بنى بالطيب مجد كان معلمه، ما يجعله بشر محمد اللي اعتز في الأليا وناله، لو صعب الظروف الزمان يقول أنا له، فالله يرحم وأحمد كريم من بنى بالجود منزله، وفي قلوب الخلق لا قدر
في كل صايب تلقى له المثل اعتز في الولد لاخذ صفات الطيب من جده ووالد لاخذ صفات الطيب من جده ووالد نبدا بربي وارتجي من الفضائل يا مرحبا باسمي يا بعن قبائل ترحيب معنوي من صادق النو بسم الله بن فتان حاضر والمغيبة على المبادي والشيم وانفوس طيبة من سابق الزم واسم طالع واسم نايبة وشيخ والنعم يا سليمان يوم الماقف المه شيخا ولد شيخ واسم الطحاحين الكرم حضرا وباديه على المبادي وقت ما ندى المنادي تجي سوا صفوف مخيرة القيو يا مرحبا ولد عبد العزيز فتران رحب والمقاملة ووقفة الفرضى يضيف نهم جملة والجود من يد وأحمد ولد الصيرمي البارع البطل من عانق نجوم السماء وبعتلى وطن فالله يسعد في فرحة ذي الليل والسع المبارك أن انقلتها لنا وبفرح مشارك له عندنا جميل أخذ الكرم والجود من جد ووالده فجد من مدة الفقد وسار وولده على نجه وسيرته عبد العزيز الكف وما تعمى بصيرت في كل ما قف ويضم محمد رسالة ان الله يرحمه اللي بنى بالطيب مجد كان معلمه ما يجاله بش محمد اللي اعتز في الاليا ونالا لو صعب ظروف الزمان يقول انا لا والله يرحم واحمد كريم من بنى بالجود ومنزل يا حظ الأجود وإذا نحسن رجل العريب وخاطر أناقي ولا نصي في ساعة الشدات يلك من صاوم نام وعامر الله يرحمه يا بيرق المرف بالطيب والمعروف والشيمات ينار بين القبائل وإذا نعلي رجل التواضع والجمايل يشهد له بيض النوايا والفعايل تعيش يا عد وإذا نابو ما تقدم شمخ ومعتل عبد العزيز اولاده رجال فطاحل احمد خفون اشمي وانا سوق المدوحل في ليله السع علي وعبد الله وشاكر خير من نصت وعبد الرحمن رجل جاه ومذاب وصيت ومحمد الكف وايضا حسن مطرق ورجل صابر قوي وكلهم الاخوان وانا مزوه الخو في كل صايب تلقى له المثل